يعني أنا جيت هنا مش باش نعطي أي شيء على خاطر الحمد لله رب العالمين عمري 77 سنة ما شفت كان السوكسي كوردو، ولكن يهمني برشا نسمع هالشباب وخاصة يعني كما نشوف لا 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 يهمني برشا نسمع هالشباب هذا حتى نجم نقول كلمتين أنه راهو نجاح المشاريع في تحضير المشروع، مش في أنه واحد يجي ويقول نحب نعمل مشروع في تونس في برلين في باريس في كذا. توا بديت نشوف أنا أنه التحضير ناقص، وكان نحضر روحنا بسير، أما واحد يجي ما يعرفش يعوم ما يتعلمش العوم وينقز يعوم لازم ينقز نحن لازم ينقز يتعلم الفيزيبيليتي ستادي از ا ماست. انت جيت ما عنديش فيزيبيليتي على الحلو بجنبها يعيشك هو المحتوى انا ما نجمش نقول كلمة على الموضوع نتاع الموضوع نتاعها بالضبط. شوف الموضوع نتاعها بالضبط، لا مش حكاية كونكيرونس، أنا مش نحل حاجة معينة. أنا كي حل نجي نشوف هالسؤال سألهم، هذه هي الدراسة اللي تعمل، نجي نشوف هالسؤال شنو الشيء اللي نمشي معاهم، ندور في البلاد نشوف قداش يبيعوا في سيدي من برجر وقداش فيه من مربوحات يبيعوا برجر ونشوف ايش يبيعوا. موضوع اللولانيين راهو ماهوش وارد، لازمك تشوف ماشي لازمك تشوف شو ماشي في البلاد وتدور في البلاد وتعمل ستاتيستيك نتويت كاملة اسكو لا بيرني نتويت لفاكتيفيتي يا ولدي وزيد كسر قرايم يا ولدي ما فماش مشروع يتعمل من فضلك راه ما فماش مشروع ما يتعملش من غير دراسه موافقين فيها يلزم كل مشروع تعمل له دراسه نتاعو وتدور انت بنفسك وتاخذ دي دوني من كل البلاد من البلاد كلها وخاصه من المنطقه اللي انت فيها وبعد فهمت سيدي تعبت الدوام والسلام عليكم. Thank you.